وأخرج النبي منادي أنني سأخرج إلى تبوك، والمنافقون بدل أن يستعدوا أن يجهزوا أنفسهم بدأوا يستعدون في ابتكار أعذار وهي يقدمونها لسيدنا رسول الله. فقال القرآن لهم لهؤلاء المتخلفين دون عذر شرعي: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. أنت اسمك ثقيل، وهذا ثقيل، وهذا ثقيل، وهذه ثقيلة، ولذا الإنسان والجن اسمهم ثقلان، ثقلان، ثقلان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. ثقلان ليه؟ لأن الأرض شداك، لأن الأرض جذباك. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.